عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا توا على موجات المندرة اف ام 99، ولا اللي تبعوا فينا على ستريمينغ لايف سوغ نوتخ باج فيسبوك مندرة اف ام. كيما تنجموا تلقاونا زادا سوغ لو سيت انترنت مندرة اف ام بوان كوم، والا تو سامبلومون على لابليكاسيون موبيل مندرة اف ام. معاكم من ورا الميكرو رانا عمارة، وكل عادة مانيش وحدي، بحذايا في استوديو اصدقائي احمد ووسيم. عسلامة الناس الكل، عسلامة رانا، عسلامة وسيم، انا احمد سيسي، عايشك. عسلامة، وانا وسيم احمدي، مرحبا بكل المستمعين والمشاهدين. اليوم لحد 26 ديسمبر 2021، واحنا معاكم في الحلقة السادسة من برنامج أمور تهمنا. أمور تهمنا، موعدكم الشهري اللي يجي في إطار مشروع صحافة الشأن العام لمبادرة مناظرة، وبالشراكة مع 5 إذاعات جمعياتية تنضوي تحت الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي. إذاعة مندرة فام هي واحدة من 5 إذاعات اللي تلقاو فيها أمور تهمنا، واللي هما دريم أفام، نفزاوة أفام، عليسة أفام، سيليوم أفام، والمندرة أفام بتبيعها. البث باش يكون متزامن على كل الإذاعات من نصف النهار الماضي ساعة، ولكن في كل إذاعة أمور تهمنا يطرح المواضيع اللي تمس الجهة والمنطقة ذيك. كما كل مرة في برنامج أمور تهمنا نختار القضايا المهمة والقريبة لكم. واليوم باش نحكيو على موضوع أثار ضجة كبيرة في المدة الأخيرة في مدينة راس جبل، وهو حق المواطن في الرصيف، خاصة بعد الحادث الأليم اللي توفى فيه راجل الله يرحمه. باش نرجع على هذا الكل ونجاوبوا على كل التساؤلات متاعكم، من مسؤولية البلدية والرخص اللي تعطيها للمحلات والمقاهي، زيدا إلى التجاوزات وتطبيق القانون. لكن باش نبدأ مع أزمة النقل الجماعي في سيدي حسين بعد قرار تغيير مكان خطين من سيدي حسين للباساج وباب الزيرة، وتأثير القرار هذايا على الحياة اليومية متاع المواطنين. هذا الكل باش نحكيو فيه مع ضيفتنا السيدة هندة عباس، رئيسة الدائرة البلدية بسيدي البشير. مرحبا بك مدام هندة، ونشكرك على قبول الدعوة. مرحبا بكم انتوما وكل كيف الساده المستمعين، يعطيكم الصحه على اتاحه هذه الفرصه. شكرا مدام. قرار بلدي تعلن عليه بلديه تونس نهار 8 اكتوبر يتعلق بتنظيم جولان ووقوف سيارات التاكسي الجماعي. قرار يجي بعد جلسة عمل بتاريخ 15 سبتمبر يشارك فيها ممثلين على الولاية وعلى إدارة شرطة المرور والأمن الوطني، ويفضي هذا القرار إلى إلغاء نقطة الوقوف بمفترق نهج الحجاب وشارع لندرا، وبالتالي يصير منع للمرور من ساحة باب سويقة والأنهج المتفرع عليها، وتغيير زادة للمحطة إلى باب الخضرة. إضافة إلى ذلك نلقاو أنه فما محطة باب الزيرة تم تغيير المكان متاعها لباب عليوة. طيب مدام، قبل ما ندخل معاك في تفاصيل الموضوع، خلينا نسمع مع بعضنا بعض تفاعلات المواطنين اللي من سيدي حسين مع القرارات اللي تم اتخاذها من قبل بلدية تونس، ومن بعد نرجع معاك للتعليق وإتمام الحوار. بيه نرجع من بعد مدام مع الـ مع الـ مع اراء المواطنين، ننطلقوا معاك تويك مدام في الحوار. باهي مدام، خلينا نفسروا للمواطنين شنو هي بالضبط التغييرات اللي حصلت، شنو هي اسبابها وشنو هي الهدف منها بالضبط. نبداو ساعه بتشكيات المواطنين، ولو حتى كان حد ما سمعناهم توا، اما نحن نعرفوهم، احنا نعرفوا طلباتهم وتشكياتهم من خلال بلدية تونس القرار بتحويل المحطة من باب الزيرة إلى باب عليوة. احنا ديما نتمنيو تلبية رغبات المواطنين وطلباتهم، وخاصة توفير الأريحية في مجال النقل. بالنسبة لسيدي حسين والزهرون، احنا نعرفوا اللي هما مناطق هذوما راهم فيهم نقص على مستوى النقل العمومي، على ذلك هما يعتمدوا أكثر وسيلة يعتمدوها توا هي تاكسي جماعي. باسم محطة تاكسي جماعي هي مرتكزة في محطة باب الزيرة، في ساحة باب الزيرة. والناس الكل تعرف سواء على مستوى ولاية تونس ولا حتى اللي يدخلوا اللي يجيو من المناطق الأخرى والولايات الأخرى، يعرفوا اللي تونس بصفة عامة والعاصمة ديما تشهد اختناق مروري. من أكثر المناطق اللي تم اختناق مروري هي ساحة باب الزيرة. مع الاختناق المروري هذايا نلقاو اللي محطة تاكسي جماعي هي مش محطة، احنا في قرار بلدي في 2014 لم تسند محطة الى تاكسي جماعي سيدي حسين السجومي، معناتها هو عبارة على كان على وقوف عشوائي رابي بساحة باب الزيرة. الوقوف هذايا تبعوا رجوع على العقاب في وسط الساحة باش يكونوا في مسلك، وباش يعاودوا يرجعوا المسلك اللي باش يجيو اللي يرجعوا منه، معناتها باش يرجعوا منه. الرجوع على الأعقاب هذا يعطل سيركولاسيون كاملة،
كي تحبب الجزيرة، السيارات اللي جاية من نهج الجزيرة أو نهج الجزائر أو من سيد البشير ومتجهة لباب جديد أو من باب جديد ومتجهة إلى سيد البشير، معناها اختناق رهيب على مستوى سحب الجزيرة. هذا بالنسبة للخط الممتد ما بين سيد حسين وباب الجزيرة. بالنسبة للخط اللي تم فيه القرار من قبل المجلس البلدي اللي يتعلق ب من سيد حسين أو من الزهروني حتى للباساج. لا احنا نكملوا باب الجزيرة وبعدها نجيو للخط الاخر. طيب. الخط نتاع اللي يخص دائرة باب شفيقة. نكمل لك، احنا خلاف هذيك عن عديد التشكيات من عند المواطنين ومن عند المؤسسات التربوية، معاهد ومدارس، اللي مر منها المسلك نتاع التاكسي جماعي، خاطر هما يجيو من سيدي حسين بعد يتعداو على معقل الزعيم، بعد يمروا بعدة مؤسسات تربوية قدام المؤسسات بالضبط راهو مع الافراط في السرعة. بشوف وسحب الجزيرة، احنا خذينا التشكيات هذيك مع الاختناق المروري، عملنا معاهم راهو عدة جلسات، مو جلسة واحدة اللي خذت فيها بلدية تونس القرار، هذيك آخر جلسة بعد جي 5 و6 جلسات بحضورهم هم، بحضور الغرفة، بحضور النقابة. لكن في كل مرة ونتفقوا على تغيير جزئي للمسلك بما ينقص من الضغط نتاع الاختناق والفوضى المرورية في سحب الجزيرة إلا ويصير نقض للاتفاق. في الأخر ارتأينا أن نحولوا المحطة من باب الجزيرة إلى باب عيوة، علما أنه المسافة اللي تفصل بين المحطتين هذو مراهي ما تفوتش 100 متر، وقاعدة ديما في العاصمة. احنا نعرفوا باب عيوة فيها محطة نقل بين المدن، محطة باب عيوة راهي فيها المحطة المترو، فيها المستشفى العسكري، فيها النقل الجهة الشمالية لخط الحمامات، معناها راهي هي المنطقة باب عيوة ماهيش بعيدة على باب الجزيرة. مدام سامحني قبل ما ننتقلوا للخط الثاني، فما اشكال اخر ما نعرفش كان لاحظتوه في محطه باب عليوة، انه المحطه البلاصه نتاعها معناها الناس اللي يعرفوها هي مقابله للمقبره نتاع جليز، والمنطقه نوعا ما ماهيش امنه برشا، واللي تخلي مثلا بعد 5-6 نتاع العشيه تبدا الدنيا تظلم، العباد يوليوا يتجنبوا انهم يمشيوا للمحطه ذي، خاطر فما، وانت تعرف اكيد فما مشكل امني كبير غاديك، معناها طفله تكمل السبعه ولا الثمانيه نتاع الليل ما تنجمش تمشي تاخذ نقل من المحطه نتاع باب عليوة. انا جاوبك، المحطه مقابله في الجهه الاخرى الجلاد، لكن زيد بجنبها هي محطه المترو. المترو راهو اللينيو 6 واللينيو 1 و6 راهم يمرون باب عليوة، فما برشا مواطنين ياخذوا المترو ما بعد 6 نتاع العشيه. بعدك المستشفى العسكري اللي هو المنطقه ذيك كلها مؤمنه من طرف العسكر، عندنا منطقة سكنية نجبة بالفلة، عندنا محطة نقل بين المدن وهي بيدها المحطة نتاع تاكسي جماعي، بعدها محطة نقل عمومي لينيا اللي تنزل الزهروني، معناتها فمتها مواطنين بيدهم هما يستعملوا في المحطة هذيك. شوية بعدها هي فما النقل تونس ليبيا، معناها راهي عاملة المنطقة. بالنسبة للأمن راهي مؤمنة، احنا في جلستنا الكل كانوا حاضرين معنا الاطراف الامنيه وخاصه راسها منطقه الامن الوطني بسيدي البشير، والذي اخذت على عاتقها انها تامن المنطقه. راهو فما دور يدي ما تدور بالنسبه للتنمير، المحطه فيها التنمير وحتى المسلك نتاعها باش يمشيوا من المواطنين باب عليوة فيه التنمير، وتجم تبتوا معناها في كل لحظه التنمير هو موجود. اي مادام انت حكيت على تواجد الامن والشرطه في اجتماع جلسه العمل الاولى اللي تم فيها معناتها مناقشه القرار، هل كان عندهم دور في اتخاذ القرار ولا كان دور؟ سامحني، مش الاولى، راهي جلسات متكرره. نعم، بدايه من سبتمبر. لا مش من سبتمبر، لا عندنا من شهر مارس 2021. مش من مارس، احنا من قبل مارس، احنا اول مره نقلناهم المحطه على مستوى نجستي مقابل سي معهد باب جديد، لكن النقابه مع الحس والكلام البذيء اللي يسمعوه من سواق التاكسي احتاجوا على تواجد المحطه هذيك. على ذلك قعدنا كل ما نبحثوا على محطه راهي قريبه بما يراعي زاده مصلحه اصحاب السيارات التاكسي جماعي وبما يراعي زاده المواطنين، ماذا بينا ديما حاجه قريبه. احنا راهو كيقولوا باب عليوة وباب الجزيرة راهي ماهيش ان كيلومتر، قلت لك ميم با 100 متر ميم با. هو في اطار ذا، في اطار مراعاه معناتها المواطنين، معناتها حسب ما شفنا من قبل المواطنين حاليا، ما
كانه ما تمش التطرق معناتها المدام قبول القبول نتاعهم للفكره هذه وتغيير المحطه، فما تشكيات كبيره معناتها هذا اللي جال لازم نطرحوا الموضوع. انا نقول لك شوف راهو احنا ديما عندنا المثل رضا الناس غايه لا تدرك، راهو فما احنا نعرفوا احنا تويتا ماذا بينا كي نمشيو نقضيو قضيه، ماذا بينا الكهرباء اللي عنده كهرباء خاصه ولا تاكسي ولا اي نقل ياخذه ماذا بيه يهبطوا قدام المكان اللي باش يقضي فيه مصلحته او مكان العمل نتاعو او هذا ديما عندنا احنا الحقيقه تويتا نحبوا برشا دلي، اما ما يسيش واحد كي يعبد غاديكا قريبه ويمشي على ساقيه ما يدور دم زيدة. ما أنا قلت لك مواطنين استانسوا إنهم يكونوا في وسط باب الزراء، ما ديما عنا زيدة مواطنين أخرين اللي هما يستعملوا في الطريق العام في باب الزراء، من حقه ده المواطن باش يتعدى وغدو أمبيلونس باش تتعدى ولا كارت أن باش تتعدى، تبقى السيركيلاسيون نوعا ما معناها مش مسكرة، تسكر كومبليتمون راهي باب الزراء. وحاجه اخرى انا ما نجمش نغض الطرف على تشكيات المؤسسات التربويه، احنا غدوة تلميذ ولا تلميذ ولا باش يضربوا ولا قدر الله سياره تاكسي جماعي، من المسؤول غدوة؟ شكون؟ هي البلديه، لان المسلك اللي تعتمده هي تحت انظار البلديه، وتعرف اللي هو مسلك احنا وصلنا نولي نعملوا في الدودان في الاماكن اللي تعدى منهم تاكسي جماعي فماشي ما على امل انهم يخفضوا من السرعه. عندي ياخذوا زاده مسالك في وسط انهجه في مونفلوري اللي هما ماهيش المسالك نتاعهم واللي هي حي سكنيه، يقول لك غدوه ولدي غدوه نخاف الولد تضربوا كهرباء ساعات يصيروا دي تاكسيدون غاديكا، معناها راهو كي تجي تقيس بين القرار وبين تبعاته وبين تبعات تواجدهم في باب الديره، ما راهو توا شوف ديما المقاربات باش تكون توفق بين المشاكل هذيك الكل وتحلها، ديما قلت لك المواطن ديما ينظر ديما لمصلحته هو، كل واحد يحب كي يستعمل وسيلة نقل، انا قلت لك تكون اقرب ما يمكن لمكان العمل نتاعو، اقرب ما يمكن لمحل سكنه. وهذا مشروع مدام، لكن هون هذا مشروع، لكن عندك مصلحه عامه ومن المشروعيه انه التلميذ اللي كي باش يخرج من المعهد ما تضربوش كهرباء تاكسي جماعي. من المشروع انك كي تستعمل انت سيارتك تعرف من تحت باب الديره ما تلقاش سيارات من تاكسي جماعي مسكره الكيس. فهمتني؟ مدام هيك دونك نحب نرجع شويه على اتخاذ القرار بالنسبه لمسلك سيدي حسين الباساج، لو كان تعطينا بالضبط علاش تم اتخاذ القرار هذايا خاطر ما حكيناش عليه. باش نقول هو لما حال يطبع دايرة باب السويقه، اما باش نوضح لك اللي هما كيف يقفوا على مستوى كانوا يقفوا على مستوى باب الخضراء، احنا نقولوا قص باب الخضراء. كانوا يقفوا غاديك كيف بطريقه عشوائيه الكراب اللي تجي من شارع لندرا وباش تاخذ مسارها الى باب السويقه يلقاو الاختناق هذاك اللي موجود مع وجود ديما الانتصاب غادي مع منطقة فيها برشا حركية متاع مواطنين، هوني لازم تلقى حل. الحل هما راهو بموافقتهم هما اختاروا النقطة اللي هي اعتمدناها في القرار البلدي الأخير. طيب أنت مادام حكيت على بعض الأسباب اللي ربما تعتبر مشتركة في الزوز أمثلة متاع باب السويقة ومتاع باب الزيرة اللي هما مشكل الاختناق ومشكل التشكيات متاع المواطنين والمؤسسات التربوية وغيره، وقلت توا أنه اتخاذ القرار كان فيه نوع من التشاركية مع سواق التاكسي وكانوا نوعا ما راضين. مادام سواق التاكسي الجماعي مثلا سيدي حسين الباساج، المعلومة اللي عنا احنا انهم رفضوا تغيير المحطة الباب الخضراء واللي يقفوا على مستوى محطة تشارنيكول اللي هي ديجا محطة قديمة، يعني المواطن يلقى روحه مجبر انه يهبط براتيكمون في الشطر نتاع ثنية ويكمل من تشارنيكول حتى للوسط البلاد على ساقيه، هذا اولا. ثانيا بنفس التعريف معني انا شخصيا مثلا نستعمل في يوميا في النقل الجماعي سيدي حسين الباساج وكل يوم نلقى روحي مجبر انه نستعمل النقل نتاع شرنيكول خاطر ما عادش فما نقل نتاع باب الخضر، يعني تقريبا كلهم ولاو يقفوا في شرنيكول، وهذا الحقيقه معني ماهوش نوع من المدلل يعني من الحقيقه، ولا يتسبب لي في برشا تعطيل وصعب عليا برشا عمليه التنقل. ما تراش مادام انه جينا نحلوا في مشكل اوكي في اطار الحفاظ على المصلحه العامه وخلقنا مشكل اخر ما نعرفش اسكو تم التطرق ليه وقريت له حساب، والا الدافع نتاع الانتصار للمصلحه العامه خليكم تغضوا الطرف في اتخاذ القرار هذايا. معناها الحقيقه تقديرنا انه المساله نتاع التشاركيه مع سواق التاكسي ماهيش كوم يلفو على خاطر رفضوا في نهايه الامر. باهي نجيبك، شوف نجيبك انا قبيله انت سالتني حاجه وما خليني نوضحها لك، راهو في جلسات الكل راهو كانوا فما
الحضور كل من إدارة المرور بلدية تونس، شرطة إدارة شرطة المرور، الأطراف قلت لك النقابة والغرفة نتاعهم مثل الغرفة نتاعهم، راهم هذوب الكل هما راهم متابعين المسار نتاع تغيير المحطة. أنا نقول لك قبل الجلسة اللي تم فيها اتخاذ القرار، نرجع لسيدي حسين بالسيرة بعد نرجع لك بالسويقة، كانوا هما متواجدين وصحوا في آخر قرار على موافقتهم في صورة عدم امتثالهم للتغيير أجوبة للمسلك. سيقع نقل المحطة إلى محطة باب عليوة واعتماد مسلك طه حسين ذهابا وإيابا، هذا هما راهم موافقوا عليه باش نبداو فيه. ولي من الوثيقة كتحب نبعث لك بالوثيقة اللي تراها أنت، نبعث لك إمضاءاتهم هما الكل وافقوا على تغيير التغيير المحطة من باب عليوة والمسلك ذهاب وإياب طه حسين. أما مدام هم وافقوا على مبدأ تغيير المحطة ولكن يقفوا على مستوى معقل الزعيم توما، يعني ما يوصلوش الباب عليوة، يعني هذا واقع. لا أغلبهم يقف عند، نحكي لك في واقع، أنا ناخذ فيهم كل يوم، أنا فما أوكي اللي يمشيوا الباب عليوة ولكن فما برشا اللي يقفوا على مستوى معقل الزعيم، هذا بالنسبة للمسلك نتاع باب الزيرة، وبالنسبة للمسلك نتاع باب سويقة فما اللي برشا يقفوا اللي تبدل الباب الخضراء، برشا يقفوا في شارع نيكول. إسكو تمت المتابعة نتاع المسائل هذوما ومدى انضباطهم وإلا لا؟ هو راهو المبدأ متاع تاكسي زمان هو نعدي نرجع، وهذا راهو تعرف في الخطوط الكل في أي نقطة يعدي فيها يعود يرجع طالما هي تكون في المسلك متاعه. ما عنديش أنا محطة راهو على مستوى معقل الزعيم أم يلقى من مواطنين يستناو غاديكا يعبي غاديكا يرجع لروحه. هذا قانوني ولا مخالف القانون مدام؟ يعني هو مطلوب منه أنه يوصل للمحطة وإلا لا؟ لا هو المحطة نتاعو هو يلزمو يدخل المحطة نتاعو، يدخل محطة باب عليوة. هذا هو. أما حتى قبل كي كانوا في باب الزيرة كان وقت اللي يلقى مواطنين في ثنيتو على مستوى سوق العصر أو على مستوى نهج أبو القاسم الشادي كان زيدا يعدي ويرجع، ما يدخلش المحطة باب الزيرة. يعني هذايا نعرفوه في الخطوط بتاع التاكسي جميع الكل. نجيك توا الباب السويقة، باب السويقة كيف مختاروا نقطة باش يقفوا فيها بطلب منهم هما راهو من نقاب أوزلي. أنت تحكي لي على السويق، شوف احنا ما نحكيوش مع السويق الكل، نجموش السويق الكل نعيطوا لهم وكل واحد خاطر تعرف كل واحد شنو يبيع. عندنا النقابة مع الغرفة، احنا عندنا تعرف أنت واحد يتفاوض مع ممثلي ذلك القطاع، وهو ممثل القطاع هو اللي مطالب انه يتفاهم مع المنظورين نتاعو، ياخذ مقترحاتهم ويدافع عن تلك المقترحات مع الجهات الرسميه. هذا معمول به. وقت اللي انا ممثلي النقابه والغرفه توافق على ما اتفق تم الاتفاق عليه لتطبيقه مبدئيا الساعه، اذا انت قول لك راه وقت اللي انا السويق يخلوا بالموافقه هذيك، انا راني معاك. انت وقت اللي الواحد الممثلين نتاعهم يوافقوا على تغيير محطه وبطلب منهم هما، نحب نقول لك راهو محطه تغيير تركيز المحطه الجديده نتاع باب السويقه راهو بطلب منهم هما، حتى لا يتم المرور من ساحه باب السويقه. راهو عندنا الطلبات نتاعهم، عندنا مراسلاتهم، هذاك بطلب منهم. ما نجيوش من بعد صحيح هون دور شؤون المرور والامن انهم يتم تطبيق القرار بحذافيره، معناها اذا فما مسلك اعتمد في القرار فعلى اصحاب التاكسي الجماعي تطبيقه. واضح. هون اذا مش عارف يقف في بعض يدخل محطه يمشي يقف بلاصه اخرى، هذا في مخالفه. إذا هو يحرم المواطن يعرف المحطة هذيك حطتها البلدية في نقطة معينة هو يولي يمشي في نقطة أخرى، هذا في مخالفة وعنده تبعات. واضح مدام هند. قبل ما نقوم معاك نحبوا كمان نعديو التصريح المواطنين، تم حل المشكلة التقنية، دونك ماذا بينا نعديو لهم صوتهم من بعد ناخذوا تعليق من عندك. سيد حسين ببتزيرة ومشكلة كبيرة برشا، ولينا نعني ونسبة اكتظاظ كبيرة على الاخر في المحطات تاع نقل الجامعي، متني ولي حبيت تخدم على كيف تقولوا هبطني في باب عليه وخلك لي انا هبطت كان في معقل الزعيم وبنفس الطريفة زادة، كان عجبك ما تطلعش فيها، ثم رجال كبار
فما نسي كبار، فما تيدونات، فما تلامذة، فما بتخت، معناها يروح تعب الله أعلم به ربي يضربها زيد من برشلونة وإلا اللي هو على ساقيه المعقل الزعيم. عمرنا ما سمعنا انه فما اكسيدون، فما سيارة تاكسي جماعي ضرب التلميذ ولا حاجة. السبب اللي استظهروا به هما قالوا معناها السرعة الجنونية متاع تاكسي جماعي وكل شيء، ضرت العباد، ضرت المواطن، ضرت عائلات تنقيلة هيكي. البلاصة اللي حطونا فيها باب عليه وبحد الجبانة بركة جيت كذا، انا اختي تخدم ولا كذا، تروح في الوقت هذاك معناها هيك باش تاخذ تاكسي جماعي، معناها يخرج لها واحد بسكينه ولا كيفاش معناها؟ كما كنت تسمع معناتها تقريبا نفس الملاحظات اللي كنا هم لكم في راديو ماندرا فيم تقريبا هم اللي نقلوهم المواطنين. فقط قبل ما نختم معك مدام خلينا نشوفوا تعليقك معناتها على معناتها التصريحات نتاع المواطنين ونختم معك، شنو هي تعليقك؟ طريقي أنا شوف احنا راهو من دورنا كيما نخمو كيما نقول كيما نخمو المصلحة العامة، ليس فقط في حل ولا ايجاد حلول لاختناق المروري، راهو حتى سلامة المواطن هذاك راهو دورنا وواجبنا. أنا سمعت المداخلة الأولى اللي يقول انه التاكسي الجماعي يفرض عليه انه يهبطوا في معقل الزعيم، هذاك أنا أتعهد به للنظر فيه وتجنبه وذوما حتى يقعد ممارسات على مستوى سواق التاكسي الجماعي. يظهر لي مدام أحسن حاجة نجم نخرج بها هي الجملة اللي قلتها توا، أنه على مسؤوليتك أنت تتعهد أنه تثير المسألة هذه على مستوى المجلس البلدي، سواء في علاقة بالدائرة اللي تتبعك لدائرة سيد البشير وإلا حتى الدائرة الأخرى زادة دائرة باب سويقة. معناها يظهر لي أن نخرج بحاجة إيجابية تويكا مدام، شكرا لك، يعطيك الصحة. الله يتهمون المواطنين كمثل عندي وقت سمحني. أي تفضل. الله يتهمون المواطنين، وأنا أتمنى أنه الخط نتاع الرفات اللي يربط بين برشلونة وزهروني ينطلق في أقرب الأجيال، هذيك زادة باش يعاوننا على يعاون المواطنين في يعطوا في برشلونة هكا يرتاحوا هكا الناس تساعدهم وين موجود الجماعي توا، فما اللي يساعد برشلونة واللي يبقى برشلونة هكا نتقاسموا شوية وسائل النقل وربي يوفقنا لما في مصلحة، ديما نقول المصلحة العامة ديما هي راهي غايتنا الأولى. شكرا لك مدام هندة عبيس رئيس الدائرة البلدية بسيد البشير على تدخلك معنا اليوم، واحنا نخرج فاصل صغير ونرجع لكم. We'll be right back.
أمور تهمنا برنامج شهر. رجعنا لكم في الجزء الثاني من حلقتنا في برنامج أمور تهمنا اللي باش نحكيو فيه على مشكل استغلال الأرصفة من قبل المحلات التجارية والمقاهي في رأس جبل. وعلى ذلك يحضر معنا ضيفنا السيد جمال ستات نائب رئيس بلدية رأس جبل، لكن قبل نخليكم تسمعوا تصريح مواطنين من رأس جبل حول الموضوع ونرجع لكم. خطين من تيدحتين إلى الباساج وبتزيرة باش نحكيو زايدة على استغلال فيها برشا سيركولاسيون، فيها برشا عباد، فما الطرقات معبين كومبليتمون، ماعادش نجمو نتعداو فيهم، خاصة في فصل الصيف اللي المترجلين يوليو يحبوا يمشيو للبحر. ومنطقة كيما راس جبل ما فيهاش وين تمشي وين تتفرهد، كان البحر ما تلقاش تروتوار باش تمشي عليه، وتلقى العباد تمشي وسط الكياس، نساء كبار، عائلات صغار، ما نعرفش نستناو باش تصير فاجعة أخرى باش البلدية تخمم إنها تتقدم بمشروع وتنفذ مشروع تروتوار على طول الطريق المؤدي الى البحر. التروتوار حق مكتسب لكل مواطن، حق للناس الكل. بالنسبه لي هي مسؤوليه مشتركه بين المواطن والدوله. المواطن اللي ما يخممش في المصلحه العامه يخمم كان في روحه، وذاك اللي خلى العباد تمشي على الكياس وخلى الكراهب تطلع على التروتوار. حتى الدوله مش عارفه تفك حق المواطن، وهذا اللي وصلنا للفوضى هذه، وهذا اللي وصلنا للحاله هذه. مشكله التروتوار في راس جبل مشكله عويصه برشا نراها، خاطر ما فهميش قهوه في راس جبل ما تبديش مستغل الخطوه نتاعها. دوكو تجي انت باش تتعدى كيما اي باساجي تمشي على الميدا، تلقى روحك ما تلقاش حتى بلاصه. اليوم لازم كل السلطات من الداخل تطبق القانون وتمنع التجاوزات اللي يشوفوا فيها، وهي ظاهره مالوروزمون موجوده في تونس الكل من شمالها الجنوبة حتى في تونس العاصمه. نلقاو عده ارصفه مستغلينهم بطريقه وحشيه. ننطلقوا في حوارنا معك سي جمال. قبل كل شيء ساعة مرحبا بك وشكرا لك على قبول الدعوة. بارك الله فيك، عايشك ونشكركم، نشكرك ونشكر بندرة FM على الدعوة. شكرا سي جمال، مرحبا بك. سي جمال خلينا نبدأ بتوضيح اللي كان توضحنا أكثر وتوضح للي يسمعوا فينا شنو يقول القانون بالضبط في خصوص استغلال المقاهي والمحلات التجارية الأرصفة. معناه شكون اللي معناتها منوط بعهدته أنه يمنح الرخص، وشكون اللي مطالب بمراقبة احترام الشروط اللي موجودة في الرخص؟ والله قبل ما ندخلوا في صميم الموضوع نفسه، واحد من الأخرين كنت أسمع فيه يتكلم، رأس جبل كبرت بالطبيعة. رأس جبل من 10 سنين التالي و 15 سنين التالي ما كانش فيها 10% من الحركة الحالية. ما نحكيش على الصيف، الصيف بالطبع وقلناها وقلته في أكثر من عنتين أنا شخصيا في تلافز وغيرة، كونه ما شاء الله الحمد لله هذه ميزة رأس جبل محبوبة، يحبوها العباد، يجيوها من كل بقعة، الزوار يجيوا من كل بقعة، إضافة لأولادنا اللي هم بالخارج. دونك الحركة المرورية الموجودة عنا تضاعف 10 أضعاف في الصيف. والصيف إيش معناتها الصيف؟ من شهر أفريل، أنا أقول من شهر ماي بالضبط، من شهر ماي حتى شهر سبتمبر، ضيف له شهر إيش اسمه مع شهر رمضان تكثر الحركة اسمه. قد ما تعمل البلدية مستحيل باش نجمو نخلطوا لهذه. هنا شنو معناتها نخدم الفرصة شخصيا معناتها نتوجه بطلب لكل المواطنين وكل أهالي رأس جبل، عاونونا في العملية. خطر الرصيف صحيح توا الناس الكل تلوم تقول لك المقاهي، توا نرجع للمقاهي، لكن الرصيف مش مستغل من طرف المقاهي. مش مقاهي بركة المواطنين، توا هنا نمشي معك توا شخصيا أنا حتى في شارع بورقيبة تلقى يحط لي سلوم، يحط حشك سطل، يحط ادرا شنو، يحط ما هيش منطقيه. حاولنا معناتها باش نرضعوا باش نخطيهم، وخطينا اكثر من مره، عطينا محاضر واعطينا خطايا واعطينا، لكن مش كافي.
انت توا سي جمال حكيت لنا على الاكتظاظ اللي يصير مثلا في فصل الصيف، احنا توا هنا في ديسمبر وموجوده المشكله. جوست هنا كان قبل ترجع لنا معناتها تجاوبنا على السؤال اللي مسؤوليه شكون، منح الرخص والمراقبه، عمليه المراقبه؟ لا بالطبيعه الرخص، الرخص الكل من تعرف الرخص استغلال الرصيف من تعرف البلديه، ما فيش حتى كلام هذايا. المراقبه هي الشرطه البلديه، هذا الاستغلال الرصيف الشرطه البلديه بالاشتراك بطبيعة حتى مع شرطة المرور نفسها، شرطة المرور عندها دخل في العملية. أما استغلال الرصيف الشرطة البلدية. وشنو هي الشرط معناتها في استغلال الرصيف؟ أنا والرصيف اللي ممكن استغلاله، شنو هي الشروط؟ قديش سيختو نجمو نستغلو من الرصيف؟ الرصيف ديما إذا كان الرصيف يفوت 3 أمتار، الرصيف يفوت 3 أمتار عنده الحق في ثلث استغلال مترو يعني حسب القانون بالضبط. معناتها هذه هي القانون نتاعها، يستغل ثلث الرصيف عند على شرط يكون الرصيف اكثر من 3 امتار. واللي هو قليل من نلقاو رصيف. هذه ما دامش حاب نقول لك هذه مش موجوده في رجبل، هذه موجوده في كامل الجمهوريه. احنا تو نحكيو على مثالش. الوضع نتاع الرصيف. صحيح صحيح. معناتها نحكيو انت تو سالتني نعتذروا على المشكل. سي بون تفضل سي جميل، نعتذروا على قلت لك انت سالتني على الرصيف. صحيح الرصيف نحكيو كما قلت لك انا هذه موجوده في كامل كامل الجمهوريه موجوده في كل حمام سيدي اشتغلنا نحكيو معاك على حاله راس جبل. اي متفق معاك انا كما قلت لك من القانون ما يسمحلوش باش يستغل اكثر من مترو ما من ثلث الرصيف على شريطه الرصيف يكون يتجاوز 3 امتار. هذا القانون واضح. ايوه واحنا في حاله راس جبل اسكو الارصفه نتاعنا تتجاوز 3 امتار؟ عندنا فما بعض الارصفه، فما ارصفه، فما ارصفه موجوده تتجاوز، فما موجوده وجل الارصفه. صحيح جل الارصفه اقل من هكا. صحيح يعني المفروض قانونيا ممنوع عليه يحط كرسي لبرا. ونبهنا وفكينا وتمشي الشرطه البلديه والشرطه حتى نستعملوا حتى الشرطه البيئيه بمعيه الشرطه البلديه باش نحجزوا لهم الكراسي نتاعهم ونحجزوا لهم الطاولات ويجي ويتعهد ويكتب لك تعهد ما عادش يعاود ويعاودوا يرجعوا. شنو تقول لك؟ بي سي جمال كما قلنا التروتوار هو حق كل مواطن، هذا لا شك فيه، لا شك. والبلديه كيف كيف هي المسؤول الاول لضمان الحق هذايا. السؤال هنا علاش كما قلت ما يطبقش القانون؟ علاش فمش متابعه؟ حتى المحاولات اللي عملتهم البلديه باش نرجع شويه للحادث اللي صار، نعرف اللي من معناها من غدوه نتاع الحادث خرجت البلديه عملت تخساج على التروتوار باش تحط لي ليميت نتاع المحلات قبل. اي يعني حتى ما شفناها عودنا التراساج من التراساج معمول من قبل موجود على اخر الاجراءات احنا اللي صارت. اما توا كان نخرج نعمل معاك دوره تو نلقى التجاوزات موجوده بختو في الارصفه الكل. دونك المشكل هنا وين؟ في تطبيق القانون، في المتابعه، وين المشكل؟ والله انا شخصيا حتى معناتها بصفه مساعد رئيس بلديه شنو نقول لك؟ نقول لك تطبيق القانون هو الصعيب. علاش؟ حتى تطبيق القانون ما يقدرش يصير الا بالشرطه البلديه، وهذه كل بلدان الجمهوريه يتشكوا بنفس الطريقه. الشرطه البلديه ايش عندنا؟ عندنا عون واحد هو اللي تابع الشرطه البلديه اللي هو تحت بطبيعه رقابه الامن، معناتها مش تحت رقابه المجلس البلدي ولا البلديه، لا تحت رقابه الامن. معناتها يحتاجوه هما في تعزيزات امنيه اخرى اوتوماتيك ما يعيطوا له، وهو شخص واحد ما ينجمش يعمل كل شيء سبحان الله. باش يلقى انتصاب نتاع كراسي وطاولات ومدري شنو في شارع بوقطفه مثلا ولا في شارع ما نعرف شنو، في الشارع هو يمشي من هنا والاخرين يعاود يحطوا، دونك حاجه تصعب عليه. وكيما اول ما بدينا نحكي وقلت لك البلاد كبرت ياسر، دونك بكل صراحه البلاد نتاعنا ما عادش تعاون شرطه بلديه. صحيح يعني انا نقول لك حتى ست اعوان شرطه بلديه ما يكفيوش بصراحه، يعني شيء خاطر احنا هي الشرطه البلديه مش التدخل نتاعها مش في الرصيف بركة. أيوة. كل شيء في كل شيء تنفيذ القرارات الكل تقريبا كل شيء توا برشا ناس يلوموا علينا الانتصاب الفوضوي، برشا ناس ندرى شنو معناتها الكل التدخل الكل وين يصير؟ ما تنجم تنفذ حتى شيء الا بالشرطه البلديه وما نجموش ندخلوا معناتها انتدابات في الشرطه البلديه هي عن طريق بالتنسيق مع وزاره الداخليه بالطبيعه. وزاره الداخليه حتى البلديه تابعه وزاره الداخليه بالطبع. بالتنسيق مع وزاره الداخليه على الاقل فما حل ولو جزئي معناتها. هذا احنا ديما نطالبوا ونطلبوا وباستمرار يوميا نطالبوا فيها شيء هذا تعزيزات الشرطه البلديه اللي هي صعيبه ياسر ولا حياه اللي من تنادي من والله ما نقولكش لحياه اللي من تنادي خاطر كما قلت لك ماشي راس جبل راهو كامل الجمهوريه البلدان كلها نفس المشكله. في وقت معين بكري كانت الشرطه البلديه تتبع البلديه، توا حاليا لا
توا الشرطه البلديه تابعه الامن تابعه الامن تابع الامن فما مشكل اذا كان الخسوف في نقص العنصر البشري في الجهاز مين نجم احنا قلنا مش معقول انا نمشي معك اكثر من هيك انا قلت لهم مجلس بلدي احنا 24 شخص في مجلس بلدي مستحيل باش نجم يخدم راس جبل اللي فيها نقول يتجاوز اكثر 50,000 اكثر من 60,000 في الصيف يصير مستحيل باش نجم نخدم بعد ما باش ننجحوا باش نخدموا وقت اللي المواطنين نفسهم يقفوا معنا ويعاونونا في العمليه اذا كان ما فماش تدخل من طرف المواطنين نفسه ما فيها باس انت كمواطن متعدي فوق الرصيف تجي تدخل القهوه تقول له بربي احترم نحترموا بعضنا بعد الكراسي نتاعك شويه جميل كان هما ما التزموش بعقوبات البلديه تتصور باش يحترموا والله شخصي والله والله شخصيا نقول لك احتمال عنده تاثير خاطر اذا كان واحد متر اذا كان معناتها تلقى في 10 من الناس تسعة ما يستلموش باش تلقى واحد يحترم يقول لك والله عنده الحق باش تعدى امي باش تعدى اختي باش تعدى بنتي باش تعدى من دونك يحترموا لكن كما قلت لك راهي المشكله هي في حد ذاتها العمليه في عقليه المواطن نفسه ما يحبوش تعودنا على غالب تعودنا ما يحبش يمشي على الرصيف ما يحب فما برشا ناس والله الرصيف خاطر ولقوش عليه تعودنا والله يا مدام صدقني الرصيف فارغ عشرات المرات نشوفه يبدا الرصيف فارغ ويبدا المواطن دي مش حب انتي مش مرات يا راجل غيره تعودنا. يبدا يتعود يحب يمشي في وسط الطريق تزمر له يقول لك يسمعك الكلام من غير ما نفهم حتى شيء يقول لك مش طريقك انت مش درس نوع هو تو سي جمال راهو احنا تو في التجاوزات فما معناتها بعض المحلات فما تجاوز من غير ذكر اسامي كل ما نشوفها في عم بيه ولكن علاش معناتها نشوفوا اليات القانونيه الممكنه حتى راهو معناتها الامكانيات الموجوده الامكانيات الموجوده وراهو برفقه الامن راهو معناتها الامن في قرارات اتخذهم البلديه رافقهم للتنفيذ معناتها علاش ما نحاولوش نجعلوهم يلتزموا خاصه القانون مش جست حجز الكراسي حسب ما نعرف فما خطايا لا لا يدفع لك خطايا لا لو خطايا حتى الاف دينارات الخطيه خطر تتدرج الخطيه من يعني تبدا من 60 دينار ولا 100 او 300 دينار وتطلع حتى تطلع المليون مش انت فما الخطيه موجوده ويدفع لك الخطيه يدفع الخطيه ويرجع بعد يحط لك باهي مساج نحبوا نعرفوا حسبك انت سي جمال الحل بالنسبه ليك بالامكانيات الموجوده بالعضو البلدي الشرطه البيئيه الوحيد الموجود شنو نجموا نعملوا كحل في راس جبال المعارض والله انا ما نجم نقول لك حتى شيء الا كونه نطلب منكم انتم بنفسكم يعني كاذاعه محليه نتاعنا هونيه باش توعيوا الناس ماذا بينا في كل يوم وكل حصه وكل برنامج تذكروا التوعيه هذه بالضبط. وعي الناس قول له بربي اطلع امشي على الرصيف بالضبط اراه كما قلت لك والله الرصيف لا نحكيش المقاهي خاطر المقاهي ما يمثلوش حتى 10% من الارصفه موجوده ما غير ما نذكر حتى حد خلاف السرعه كل الانواع والاشكال نتاع يا اخي اطلع على الرصيف اطلع على الرصيف واضح احنا انا نحاولوا سي جمال نقوموا بدورنا في توعيه المواطنين هو مجرد الحديث على الموضوع فيه انا نوع من توعيه المواطنين ولكن ماذا بينا انتم زاد كبلديه زاد تقوموا بدوركم في الجانب الردعي والزجري لتنظيم المساله هذه سي جمال خلينا نرجع معك للقضيه اللي تمت اثارتها معناتها في الايام الفارته اللي هي نتاع الشاب اللي توفى جراء حادث الله يرحمه اذا كان عندك المعلومات نجموا ندخلوا شويه معناها في التفاصيل نتاع الموضوع وتطلعنا على اخر المستجدات وين وصلت القضيه اذا كان عندك المعلومه والله بصراحه ما عنديش معلومات بالضبط ما حادث السيد الله يرحمه صحيح وبعيد على قهوه بعيد على كل شيء وقتها صارت مش ندخل في تفاصيل الحدث ما حاجه مش بيداني انا لكن ما عندناش حتى شيء اخر ما بصراحه ما احنا كبلديه خطيتنا العمليه به سي جمال وكيفاش تقبلتوا كبلديه الحراك اللي اطلقوه المواطنين نتاع راس جبل اللي سماوه سايب التروتوار اللي هو موجود كما في تونس الكل لكن صار زاد في راس جبل وكيفاش تعاملتوا معاه سورتو اللي كنت نقول لك فيه اللي كنت نقول لك فيه مدام هذاك هو اللي عندنا ما نجموش نعمل حتى شيء اخر اعطيني يا ليت يعني والله توا موضوع يحكي على موضوع معناتها الكلام كل جبل توا شدني شخص تو في وسط السوق وين الساحه نتاع جامع القريه بربي سي جمال قال لي الساحه هذه مش لو كان طلعوا فيها عماره قال لي انت بسته طوابق انت وتحطوها مواقف مش افضل والله قلت فكرتك طيبه يا سيدي اعملها تنشجعوك قال لي انتم الحكومه لا بابا قلت له احنا مش الحكومه احنا بلديه محدودين اما مستحيل باش خاطر راهو الانسان التعليق سهل مهما واحد يبدا قاعد ساق على ساق يتفرج في التلفزه والله لو كان شاط الكره على اليمين تو يمرك البونتو بتاعه سبحان الله اهبط في الميدان
دونك هنا ايش تحبنا نقول؟ ما نجمو نعملوا حتى شيء. هو الحقيقه ما تعملوهوليش موقف، مانيش مشاطره المواطن، خليوهولنا الساحه الوحيده الموجوده في راس الجبل، دونك ميسيلش خليوهولنا متنفس المواطنين. والله ما لا محاله، مش الموضوع هذا نتاعنا، ما نحكيو في الديتاي نتاعو، ما عنديش حتى اشكال، خاطر صايره اشكاليه كبيره هو في هذيك. فهمتك بيسي جميل. هو في النهايه انا ممكن رأي تحسفي شوية، أنا الرأي أنه السلطة البلدية هي السلطة المحلية الموجودة لهنا، أنه لازمها عندها دور، هو دورها ولو بضعف الإمكانيات ولو بضعف الإمكانيات، لكن لازم الدور متاحها تجسده معناتها في أرض الواقع بمعونة معناتها السلطات ربما حتى الجهوية ولا الأمن. معناتها الأمن كيف ما قلت لك رأي إذا كان صورة ما اتخذت القرارات البلدية حتى بالإغلاق رأي معناتها هو حل من الحلول، لانه راهو اليوم ما اصبح الوضع لا يطاق في الارصفه معناتها، هو في تونس الكل صحيح راه، والتحركات قاعده تصير في تونس الكل، وضعف الامكانيات معناتها تاع البلديات تقريبا زاد في تونس الكل، وبعض البلديات كي معناتها اللي كانوا قبل 10 و15 سنه صغار توا ولاو كبار كيف رفرف وراس الجبل معناتها، وفي معاهم بلديه واحد معناتها عاون شرطه بلديه حتى رفرف هكاك. انا الحقيقه مش محمل المسؤوليه للبلديه، ولكن ندعو البلديه باش انها تلقى حلول باش تحاول جسد السلطة متاحة على أرض الواقع باش الناس تلتزم. والله شوف يعني كلامك هذا صحيح بالطبع، معناتها كما قلت لك الإنسان نرجع لكلمتي معناتها قاعدين نعلقوا صحيح تعليق نتاع كلها تعليق ما فما حتى كلام، ومرحبا ومرحبا بأي تعليق أي المواطنين الكل، بالعكس احنا يفيدنا بالعكس، ما نجمو نخدموا إلا بتعليق تاع المواطنين. احنا كما قلت لك قاعدين قائمين حسب الأشياء اللي عندنا، معناتها حسب الامكانيات اللي موجوده عندنا قاعدين نقوموا بالماكسيموم. عندنا مثال نخدموا في ارصفه اللي هي تعبيد معناتها التبليط بتاعها مش قاعدين نخدموا فيه، معناتها حاطين مجهزين مبالغ معينه محجوزه لتعبيد الارصفه، الطرقات قاعدين نحاولوا نحسنوا الطرقات، لكن كما قلت ونعودها للثالث مره يا اخي اخي المواطن بربي انت تعامل تفاعل معنا واطلع وحدك انت على الرصيف، اطلع للرصيف اطلع للرسيف كي لقاه اوكوبي الرصيف خصوص جميل كيفاش يمشي عليه خصوصا يا مدام كما قلنا احنا قاعدين احنا افيك لي موان اكتويال اللي عندنا قاعدين نحاربوا في العمليه هذه. المشكل كي يسمعنا تو مواطن عنده مقهى ولا محل وهو متجاوز ويسمعك الخطاب نتاعك انت معناه ما عادش باش يخاف جمله يظهر لي، خاطر تقول هي البلديه بالعكس امكانياتي ضعيفه ونعمل انا قلت لك قبل شويه قلت لك فما مخالفات بالالاف دينار بالالاف دينارات قاعده، معناتها فما ناس تخطاوا بغير ما نذكر حتى حد، فما ناس تخطات بالالاف دينارات، لكن سبحان الله ما هو فما بنائيه توا سي جمال خارج زاد على الرصيف لاحظتها، معناتها انا الحقيقه كنت من متسكني راس الجبل بنائيه اي بنيت صغيره ولو ساعات يعني يخو جزء من الرصيف كي يجيبني يسرق شويه الرصيف هو مترو اي صحيح رصيف ترو مترو لحظه تحكي وقت الاشغال ولا هي البنايه موجوده تو مستحيل تو حاليا بنايه كامله لك قلت لك بعض شوف حاليا يعني حاليا من المستحيل باش البلديه ترخص في 10 سم صحيح بالضبط ما غير 10 سم مش مترو 10 سم قاعد تجاوزات مش يعني قلت لك تجاوزات في البناء هي معناتها ديما نفس الشيء حتى في التجاوزات ديما باش ترجع للشرطه البلديه ما القرار ناخذ قرارات هدم وصارت قرارات كبيره تنفيذ قرارات اكثر من مره مرات عديده معناتها هدم في العمليه. اما من المستحيل اذا كانت تقول لي توا فما في البلاد في راس الجبل عندنا شكون تجاوز الطريق معناتها تجاوز رخصه بتبيعها ما ينجمش من المرخص له بتبيعها لا لا اي بتبيعها اذا كان مرخص عليها ذاك ما نحكيوش عليها اذا كان انسان مخالف ونفس ديما نرجع لنفس الكلام البلديه والشرطه البلديه ما يقدروش باش يراقبوا كل شيء راه سبحان الله بتبيع. اذا كان انت فما ناس معناتها من جيرانك مثلا شفتوا اللي هو خرج على النظام ولا خرج حسبك انت اوقات تبدا سامحني في الكلمه انت اوقات ممكن تكون غلط تجي نفسروا لك وقتها اما بلغ احنا عندنا راهو للاسف عندنا العقليه مازلنا نخافوا على التبليغ لا يا اخي بلغ ما تخافش احنا كي المواطن يبلغنا ساعه مستحيل باش نجيو للمعني بالامر نقولوا راهو بلغني زي دور العمر لا اعطينا عاوننا عاونونا انتم مواطنين تعاونونا بالعكس ايجا بلغ اي حاجه تشوفها اوسي بها في الرصيف ولا غير الرصيف اي حاجه تشوفها غير عاديه كلمنا
عندنا توا البرنامج الجديد تحط هذيك البلدية موجود في تبليغ على المشاكل أي شيء تراه أي شيء تراه أي شيء حطها هذه حاجة. وتوا ما تذكرت حاجة أخرى تانية هبطنا فيها منشور من أسبوع من 10 أيام تذكير على المشكلة استغلال الرصيف اللي هو لا يجوز أكثر من 3 متر. إذا كان الرصيف ما عندوش 3 متر ما فيهش حتى شيء هبط هذه موجودة ما ندخلوا لا تلقاوها موجودة يعني قاعدين نحاربوا فيها العملية يوميا. واضح سي جمال. احنا حكينا على تدخل زوز اطراف الموضوع اللي هما البلدية والمواطن. قبل ما نختم معك ما نجموش ما نحكيوش على دور الطرف الثالث والمهم هو المجتمع المدني اللي عنده دور كبير واساسي. نخليك سي جمال تقولنا كيفاش التصور نتاعك اللي نجم ندمجوا معناتها المجتمع المدني ونتعاونوا معاه باش نقلصوا من الظاهرة هذه. والله بالنسبة للمجتمع المدني يا أخي كما قلت لك البلدية أبوابها مفتوحة أوسي بيان إلكترونيك ريال موجودين حتى اللي بيحبش يجي البلدية رأسا معناتها ينجم إلكترونيك يدخل معنا ويبعث لنا المقترحات نتاعه وهذه من أحسن الحاجات. وهنا أول ما بدينا نحكي وقلت لك معناتها مش البلدية وحدها باش تنجم تخدم ما تنجم تخدم البلدية بتدخلات المجتمع المدني وكل المواطنين كل المواطنين خاطر فما برشا ناس ما يحبش يظهر هو يحب يعطيك فكرة. وأنا بالعكس أنا شخصيا وغير وكل الأعضاء من المجلس بالعكس نقبلوا الآراء يزم تسمع كل الآراء نسمعوها معناتها أذاننا مفتوحة لأي رأي أي شيء تشوفه أي شيء غير عادي تشوفه خاطر كما قال الأخ نفس الشيء مقبلة البلدية هي هنا تمثل كل شيء هي السلطة المحلية. يعني أي شيء حتى إذا كان مش من طرف البلدية 100% احنا نقولوا لك راه هذه تهم فلان أو تهم فلان ونقبلوا الرأي متاعه. شكرا لك سي جمال ستات نائب رئيس بلدية راس جبل على تدخلك معنا اليوم. إن شاء الله ما عادش نراو تجاوزت هذه بحول الله إن شاء الله هذا من يعطيك الصحة. شكرا لك وأحنا نخرجوا في فاصل صغير ونرجع لكم. بارك الله فيك. We'll be right back.
موجات إذاعة المندرة أفام في آخر فقرة من فقرات حلقتنا اليوم، واللي هي فقرة سورة الشهر. كما هبطنا لكم تصويرة على صفحة الإذاعة اليوم، تنجموا تشوفوها توا في البث المباشر. تصويرة هذه تخذيت في الأيام الأخيرة من أمام مركز تلقيح براس جبل، كما قالكم وسيم. تنجموا ترجعوا للديريكت ولا للباج فيسبوك مندرة أفام تشوفوها. دونك تعليقكم يا جماعه، صوره مزيانه نتاع الناس تحب تلقح، وفي فرد وقت ساخره شويه، لانه هي لا بريز نتاع التصويره مزيانه تكنيكمون، معناها لوميير وكل، اما المحتوى يظهر لي يدل على حاجه يجري يلقحوا طوا على على الباس سانيتير. المحتوى فيه وعليه رناء، ولا فما مشكل لازمنا نحكيوا عليه اللي شفناه سابقا في الايام المفتوحه، اللي هو مشكل الاكتظاظ. ديما انا مشكل الاكتظاظ بالضبط هو اختر، ومن المفروض حتى الناس اللي تمشي في الايام المفتوحه معناتها اوكي من نجم يكون العدد كبير، ولكن زاد مطالبين المشرفين على العمليه بحد ادنى من التنظيم. هذه حاجه. الحاجه الثانيه اللي نحب نثيرها ونحكي فيها اللي هي الباس سانيتير راني، خاطر المشكل اللي هما بريس كلهم يعملوا في الدوز الاولى، معناها حاولت ناس لينا. دونك الهدف والدافع كان انه ياخذوا الجواز، مش الوعي بالتلقيح. هو مثالش، حتى كان الهدف هو معناتها الجانب الإجباري اللي عملته الدولة، مش مشكل. هو الأوبجيكتيف إنه في الآخر الناس كلها تلقح، ولكن الباسبور بيدو معناتها اللي مشيت عملهم بعد ربما يكونوا في إشكالات، معناتها حتى فما عبيد لقحت مشيت تلقحت ولقات إشكال بعد باش تخرج الباسبور. لا حتى بخلاف الولوج للموقع فما مشكل، إنه فما عبيد لقحت وكي تدخل تلقى رواحة مش ملقحة، مشكل أي خطر فيو اللي برشا عبيد يجيوا وقت الأيام المفتوحة. دونك صارت أكيد غفلات كما نقولوا نتاع عبيد ما تحينوش اللي هما تلقحوا. أكيد مشكلة زادة شوية من المواطنين شوية من الدولة، لأن المواطنين خليوا رواحهم معناتها في الأخر وجاوا الكل فرد وقت. والبارح مثلا المنظومة اللي تم فيها تسجيل الناس اللي تلقحت تعطلت، وصار زادة معناتها رجعنا باستيلو الورقة اللي يجي يلقح نقيدوا له اسمه باستيلو الورقة لبعض الوقت، وصار كل الاكتظاظ. فوالا. لكن كما قال وسيم يسالش، المهم في الأخر نوصل أكبر عدد ممكن نتاع مواطنين. ومن بالمناسبة هذه ندعي كل المستمعات والمستمعين والمشاهدات والمشاهدين نتاع المندرة FM اللي ما لقحوش واللي عندهم شكون في عائلتهم ما لقحوش باش يمشيوا يلقحوا، ويشجعوا العباد أنهم يمشيوا يلقحوا، على خاطر من نجموا نخرجوا من الأزمة هذه كان بالتلقيح والالتزام بالبروتوكول الصحيح. صحيح. هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا يا جماعة، واللي هي آخر حلقة في الموسم الأول. دونك هذه الحلقة السادسة براتيكمون، دونك نختموا بها الموسم الأول اللي كان دونك شنحكي شوية على التجربة هذه يا جماعة. دونك برنامج أمور تهمنا كان بالشراكة مع مبادرة مناظرة والمندرة FM اللي هي غاديو أسوسياتيف. دونك شنو تحب تقول؟ انا نحب ساعه في البدايه نحب نشكركم انتوما. خلي احمد يشكر. لا ميسي، نحب نشكركم انتوما والاصدقاء التقنيين والكل، ونحب نشكر زوز مشرفين على المبادره هذه اللي هي مبادره مناظره واذاعه المندرة FM. الحقيقه كانت فرصه ممتازه جدا باش شباب ما عندهم حتى خبره في العمل الاعلامي والصحفي باش ياخذوا المبادره ويجربوا ويغلطوا. غلطنا برشا وغلطنا وتعلمنا، غلطنا وتعلمنا وتعبنا اكيد، ما غلطنا وتعلمنا. والحقيقه كانت اكسبيريونس باهي، اولا كتجربه اعلاميه، ثانيا المواضيع اللي اثرناها واللي هي مواضيع القرب حاجه ياسر ياسر
ياسر مهمة وحاجة ياسر ياسر مشجعة. معنا خرجنا من الكلاسيك اللي يتناول فيه ربما أغلب الإذاعات اللي هو اليومي الواقع اليومي الأحداث اليومية، خرجنا ليه مشينا حتى حاجات قد تكون ماشي داكتواليتي ولكنها تمس المواطنين في صميم اليومي متاعهم. أحمد شنية رأيك في التجربة؟ والله هي التجربة كانت ثرية ساعة قبل كل شيء، قالت راني حسيت الجملة في آخر حلقة الجزء الحزين في الموسم الأول، بعدك فرحت وبعدك فرحت إن شاء الله معناتها في الموسم الثاني باش نواصلوا هذا المخير. مازلنا معك. معناتها تجربة ثرية على الآخر على المستوى الشخصي أولا، معناتها تعلمنا منها إيكيب مزيانة وسيم ورانية يعطيكم الصحة، معناتها تعلمت منكم برشا، عاوننا بعضنا، نجمنا نقدمه معناتها إضافة على الأقل على مستوى شأن العام المحلي. مازلنا نجم نقدمه في الموسم الجاي يا أحمد. بالطبيعة نأكد على الموسم الجاي، بالطبيعة الناس الكل باش يتبعونا إن شاء الله زادة في الموسم الجاي، مازلنا بنطرحوا مواضيع، مازلنا باش نتقدموا أكثر وبحرفية أكثر وأكبر إن شاء الله. شراو زادة مواضيع أخرى أكثر أهمية وتلامس المشاكل متاحهم أكثر أكيد بقدرة ربي. راني أنت رأيك في التجربة؟ أنا بيجي الحقيقة فرحانة برشا بالتجربة هذية، بالتعامل مع إيكيب مناظرة، إيكيب محلها على الأخر، بالتعامل معكم أنتم زيدة. إن شاء الله كما قلت نكونوا وصلنا صوت المواطنين كسوا في رأس جبل وإلا في المناطق متاع لولاية سيدي حسين ومنوبة هاك ولي أحمد. دونك حاولنا أنه كل مرة نختار زوز مواضيع من زوز جهات باش نوصلوا فريمون صوت المواطنين والمشاكل نمديهم. إن شاء الله نكون توفقنا وإن شاء الله الموسم الجاي يكون خير من هكا. نشكره كيف كيف القائمين على مناظرة والقائمين على المندرة FM والفريق التقني اللي كان ديما معانا ويأمننا الحلقات طوال الموسم الكل. احنا هكا باش نكملوا حلقتنا اليوم، شكرا لكم انتم على الاستماع والمتابعة، وشكرا على تفاعلكم على صفحات التواصل الاجتماعي. اللايف تنجموا تعادوا تفرجوا فيه على صفحة إذاعتنا وعلى صفحة مبادرة مناظرة. احنا كما قلنا نتقابلوا في الموسم الجاي إن شاء الله، ومبقى لي كان نقول لكم أتخي بيانتو، باي باي. Let's go.